وإما أن تقوم بطاعة الله. الصلاة على النبي من المستحبات الأكيدة، وفي الصلاة واجبة، وبدونها الصلاة باطلة. لكن المهم هنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها موضوعية، أي أنت تصلي على النبي تحصل الأجر والثواب، مع قطع النظر أن أنك تنوي عملا أو ترجو شيئا أو لا ترجو. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بغير التردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله عز وجل عنده أوامر، يصدر الأمر مباشرة، يقول أقم الصلاة، آتوا الزكاة. لكن فيما يرتبط بالصلاة على النبي جاء المقدم، بيّن كيف أن الصلاة من سنن الله في الحياة، الصلاة على النبي. بيّن المقدم في قوله إن الله، الله بجبروته بجلاله بجلاله بعظمته يصلي، إن الله وملائكته يصلون على النبي. الملائكة، هذه الموجودات المباركة، هذه الموجودات الطيبة الطاهرة، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم مؤمنين، بصفتكم مؤمنين، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة النبي ماذا تعني؟ صلاة النبي تعني أن الله يزيد في رحمته له. صلاة الملائكة طلب رحمة، وصلاتنا تزكية لأنفسنا وزيادة الأجر والثواب. نحن نطالب بمليارين من الصلوات إن شاء الله، والمؤمنون عادة همتهم عالية، ومليارين صلوات لا تشكل شيء. اللهم صل على محمد وآل محمد لحظات، وتكمل هذه الصلاة التي لها من الأجر والثواب الكثير، وسأقرأ لكم. يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه: ما معنى صلاة الله، وما معنى صلاة الملائكة، وما معنى صلاتنا؟ طبعا الكلمة واحدة لكن المعاني مختلفة. قال: صلاة الله رحمة من الله، وصلاة الملائكة تزكية منهم له، يزكون النبي، يبينون أن النبي طيب طاهر، وصلاتنا وصلاة المؤمنين دعاء منهم للنبي. الصلاة أساسا حينما تصلي على النبي فأنت في الحقيقة تلبي رب العالمين. ألا تذهب إلى الحج وتقول لبيك اللهم لبيك؟ لماذا؟ لأن الله أمر إبراهيم وأذن في الناس بالحج: يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. تقول لبيك يا رب، جئناك لأنك أمرتنا. الله هنا أمر وبأمر صريح بعد أن بيّن أنه هو والملائكة يصلون على النبي. فصلاتك على النبي استجابة منك لأمر الله، تلبية منك لهذا الواجب. إضافة إلى أن في الصلاة على النبي كل أصول الدين. نحن نؤمن بالله، ونؤمن بعدل الله، ونؤمن بالنبوة، ونؤمن بالمعاد، ونؤمن بالإمامة. نحن هنا جمعنا الإيمان بهذه الأصول، أصول الدين، في الصلاة على النبي. أولا حينما تقول اللهم، فأنت تؤمن بالله واحدا أحدا فردا صمدا لا شريك له، فتطلب منه اللهم صلي. صلاة الله عز وجل عدل، صلاته إحسان، فالله عادل، ونحن نطلب منه أن يجعل عدله في رفع درجات النبي ورحمة النبي وأهل بيت النبي. إذن آمنا بالله، آمنا بعدله على محمد، وهذا معنى أن النبي خاتم الأنبياء وسيد الرسل، نؤمن بالنبوة وآله، لأن النبي قال: لا تصلوا علي صلاة البتراء. قيل: يا رسول الله، وما الصلاة البتراء؟ قال: أن تصلوا علي ولا تصلوا على أهل بيتي، أن لا تقول اللهم صل على محمد وآل محمد. آل محمد جزء من ذكرك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا صلاتك بتراء. فآمنت بالله، وآمنت بعدله، وآمنت بالنبوة، وآمنت بالأئمة،
وتطلب ذلك في القيامة. حينما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد لا تعني أن الله يصنع له بيتا هنا أو يعطيه أموالا في الدنيا، وإنما في القيامة. إذن أصول الدين كلها موجودة في الصلاة على النبي وأهل بيته. ثم في الروايات أن أحدا جاء عند الإمام الصادق سلام الله عليه قال يا ابن رسول الله ذهبت إلى البيت بيت الله الحرام لكن لم يحضرني دعاء، فصليت على النبي وعليكم، فقط صليت على النبي، خرجت ولم أفعل إلا الصلاة على النبي وأهل بيته. فقال إنه لم يخرج أحد، قال لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت. هذا أفضل شيء أنت عملته. الصلاة على النبي يثقل الميزان. يوم القيامة نحتاج إلى من يثقل ميزان حسناتنا، لأن الله إذا حسبنا فسيئاتنا في العادة أكثر من الحسنات. غيبة هنا وتهمة هناك وظلم هنا ودجل هناك، يعني السيئات تأكل الحسنات، لكن هناك نحتاج إلى من يثقل ميزان الحسنات. يقول النبي أنا عند الميزان يوم القيامة، أنا هناك، فمن ثقلت سيئاته على حسناته صارت السيئات أكثر واستحق النار. جئت بالصلاة عليه حتى أثقل به حسناته. لماذا نحرم أنفسنا من هذا الثواب العظيم؟ الصلاة على النبي كفارة للذنوب. من منا لا يرتكب الذنوب؟ من منا لم يرتكب الذنوب؟ الإمام علي يقول الصلاة على النبي أمحق للخطايا من الماء للنار. إذا اشتعلت نار أول ما يفكر فيه الشخص أن يأتي بالماء ويصب على النار. وإلى الآن الذين يطفئون النيران الكبيرة يستخدمون الماء. الإمام علي يقول الصلاة على النبي أمحق للخطايا من الماء للنار. ويقول النبي من صلى علي مرة لم تبق من ذنوبه قطرة. فإذن الصلاة كفارة للذنوب. يقول الإمام الرضا من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله، فإنها تهدم الذنوب هدما، تقضي على الذنوب. فلماذا تحرم نفسك من هذا الأمر الذي يهدم ذنوبك؟ الصلاة على النبي تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور. يقول إسحاق بن فروخ، يا الإمام الصادق يقول يا إسحاق من صلى على محمد وآله عشر مرات، صلى على النبي صلى الله عليه وملائكته ألفا. أنت عشر مرات تصلي على النبي الله يصلي عليك ألف. أما تسمع قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الله جعل لنا وسائل، بهذه الوسائل نتقرب إليه، بهذه الوسائل نتوب، بهذه الوسائل نغسل ذنوب. هذه الوسائل ومنها ومن أعظمها الصلاة على النبي. الصلاة على النبي تذهب بالنفاق. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارفعوا أصواتكم بالصلاة عليه فإنها تذهب بالنفاق. أكو بعض الناس يقولون نؤمن بالنبي في قلبه ما يؤمن، لكن من يرفع صوته بالصلاة على النبي هذا يقضي على النفاق. والصلاة تطرد الشياطين. أنت تريد أن لا يكون شيطان يوسوس إليك، صل على النبي اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن النبي إن الشيطان اثنان، شيطان الجن وشيطان الإنس، ويبعد شيطان الجن يبعد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حينما تقول هذه الكلمة شيطان الجن يذهب، وشيطان الإنس النبي يقول يبعد بالصلاة علي وعلى أهل بيتي. أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد تطرد شياطين الإنس. الصلاة على النبي توجب محبة الله. نحن نبحث عن رضا الله ونبحث عن محبة الله في هذه الحياة، وهو أعظم ما يمكن أن يحصل عليه عبد من عباده أن يكون محبوبا عند ربه. يقول الحديث الشريف عن الإمام الهادي إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لكثرة صلاته على محمد وآل محمد.
اتخذه خليلا لهذه الصفة. وحينما أنت تصلي على النبي يحبك الله ويرفع من شأنك. من موجبات الشفاعة الصلاة على النبي. روي عن النبي قال: من أراد التوصل إلي، الذي يبحث يوم القيامة عني ويريد الوصول إلي، وأن تكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة، فليصلي على أهل بيتي ويدخل السرور علي. طبعا نحن نصلي على النبي ونصلي على أهل بيته، لا نلغي النبي ولا نلغي أهل البيت، وإلغاء أحدهما يعني إلغاء الثاني، لأن هذا الثنائي لن ينفصل بعضه عن بعض. وأيضا توجب استجابة الدعاء. يقول الإمام علي: كل دعاء محجوب، كل دعاء في عند حجاب، الله ما يستجيب له، كل دعاء محجوب عن السماء حتى تصلي على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويقول الإمام علي أيضا: إذا كانت لك إلى الله حاجة، عندك حاجة مستعصية تطلبها من الله، إذا كانت لك عند الله حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي أحدهما ولا يقضي الثاني. الله يقضي الحاجة الأولى حينما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، فيقضي الحاجة الثانية التي طلبتها منه، لأن الله عز وجل أكرم من أن يقضي حاجة ولا يقضي الحاجة الثانية. وأيضا يقول: كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد، إنها توجب قضاء الحوائج المعسرة، كما يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عسرت عليه حاجة، صارت حاجة عسيرة عليك، البشرية غير قادرة على دفعها عنك، صار عندك لا سمح الله إصابة بفيروس كورونا، الملوك والرؤساء كلهم عاجزين وخايفين وشاردين وهاربين وفارضين على أنفسهم حصار لا يلتقي بهم أحد ولا يلتقون بأحد. إذا عسرت عليك حاجة، من عسرت عليه حاجة فليكثر بالصلاة علي، فإنها تكشف الهموم والغموم وتكثر الأرزاق. إذن أفضل الأعمال هو الصلاة على محمد وآل محمد. يقول النبي، وهذا ختام كلامنا، صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: رأيت فيما يرى النائم عمي حمزة، حمزة بن عبد المطلب، هذا البطل الذي استشهد في معركة أحد ويزوره عادة الحجاج. رأيت فيما يرى النائم عمي حمزة وابن عمي أو أخي جعفر بن أبي طالب أخو الإمام علي، رأيتهما في عالم البرزخ وبين يديهما طبق من نبق، نبق يسموه العرب، طبق من النبق، أكلا منها فأكلا منها ساعة فتحول النبق عنبا، فأكلا ساعة فتحول العنب لهما رطبا فأكلا ساعة. هذا الأمر الذي نراه يوم القيامة، أن النبق يصير عنب، العنب يصير كذا إلى آخر، فتحول العنب لهما رطبا فأكلا ساعة. فدنوت منهما وقلت لهما: أي الأعمال وجدتما أفضل في عالم البرزخ؟ شنو أفضل الأعمال اللي وجدتموه في عالم البرزخ؟ قال: وجدنا، قال طبعا فديناك بالآباء والأمهات، وجدنا أفضل الأعمال الصلاة عليك وسقي الماء وحب علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، وسلم على آل محمد وآل محمد أفضل مما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أتوقع منكم الاستجابة لهذه الدعوة الكريمة من قبل الإخوة بمليارين صلوات على النبي من بداية نصف شعبان إلى نهاية شهر رمضان المبارك لتعجيل الفرج، فإن في فرجنا فرجكم كما يقول الإمام، وأن نتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال وهذه الصلوات، ولا نخسر كل هذا الثواب الموجود فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.